مع حلول شهر رمضان تغلى شويه الاسعار، ونعرفوا ارتفاع الاسعار معناتها خاصه المواد الاستهلاكيه اللي تمشي في رمضان. نعملوا نقاط بيع بارتو في بلايص الكل في مناطق الجمهوريه. احنا نتكلفوا خاصه بوسط تونس اللي هو شارع الحبيب بورقيبه، عملنا خيمه 500 متر، وصنعنا خيمه اكبر شويه، نحاولوا فيها 40 عارض بين خضرة وغلة ولحوم، مصبرات غذائية، حوت سمك، لحوم بيضاء، كل شيء موجود إن شاء الله. أي مستجدني ولا نعرف؟ هذي جيت. هذا كيفاش؟ بصراحة بالنسبة للخيمة حاجة باهية، حاجة ممتازة، فما إقبال بالقدا بالقدا كبير زادة. حسيت الناس الكل فرحانه تشري في الناس الكل فرحانه تشري في حاجه فرشكه، حاجه جديده، كل يوم يجيبوا حاجه باهيه. تحيه لتونس، تحيه للناس الكل، معناها لوزاره الفلاحه، الاتحاد الفلاحين اللي عملوا لنا الحاجه هذه، وعملوا حاجه للمواطنين اللي ياخذوا في حاجه من المنتج المستهلك. البيع بالإقبال، بصلي على النبي، برشا برشا إقبال، أسعار في متناول الجميع باهية، وماذا بينا كان يخليها على طول العام والأسعار هكايا ما فيها بأس، مش هكا 20 يوم في رمضان هكا هو ديجا هكا تشوف العباد توافد كبير برشا، العباد برشا، وكل شيء موجود، وبالنسبة للأسعار باهية مناسبة في المتناول.